السلام عليكم، معكم مروه شوقي، ممثله مسرحيه وعضوه مكتب جمعيه محترف شمس المسرح. اليوم كان عندنا عرض مسرحيه الف هينه وهينه في مدينه الجديده، بالضبط في مسرح الحي البرتغالي بمناسبه حلول شهر رمضان الابرك. مسرحيه الف هينه وهينه هي من دراماتورجيا واخراج الاستاذ حسن الهبابطة، من تشخيص مروه شوقي، رضوان شجيد ومجموعه من الفنانين والمبدعين. هي مسرحيه كتهضر على تيمه المراه وحاضره فيها بقوه صراحة. ولا بغينا نهضروا على هذا العرض، كان عرض جيد، كان جمهور رائع رائع رائع. كنبغي نقدم تحية كبيرة لساكنة مدينة الجديدة على الترحاب بهم، ترحاب لهم لينا، وعلى حبهم للفن والإبداع وتشجيعهم الفنانة. ونبغي نقول المغاربة كاملين، سواء داخل المغرب سواء خارج المغرب، رمضان مبارك سعيد. رضوان شجيد، ممثل مسرحي في محترف شمس للمسرح، قدمنا اليوم عرض مسرحيات ألف هينة وهينة مناسبة اليوم العالمي للمسرح بمركب الحي البرتغالي بمدينة الجديدة. والحمد لله كان تجاوب ديال الجمهور وكان حضور كبير، وحسينا بالتجاوب ديال الجمهور. كنشكروا الساكنة ديال مدينة الجديدة والإدارة ديال المركب، ونتمنى نكونوا في حسن الظن. صراحة كنا عندنا تخوف انه يكون الجمهور قليل، ولكن تبارك الله كان الجمهور في الوقت ديالو وكان جمهور كبير تبارك الله. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.